مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اليوم طبعا مشاهدينا الكرام كما توقعنا بالأمس وكما توقعت كذلك صحفنا المحلية حينما تنبأت بان هناك استقاله جماعيه للحكومه وذلك بعد ان تواردت انباء باستقاله ثلاثه وزراهم الوزير الهارون والسائر والعفاسي اليوم مشاهدينا الكرام تحقق تنبؤ صحفنا المحليه واليوم جميع عناوين صحفنا المحليه ركزت واهتمت اهتماما يعني منصبا على الاجتماع الذي تم اليوم في مع مجلس الوزراء مع سمو الامير حفظ الله واللي من خلال هذا الاجتماع قدمت الحكومه استقالتها وصدر مساء امر اميري بقبول استقاله الحكومه وتكليفها بالعاجل من الامور وبالتالي يبدو ان حقبه التازيم السياسي بين المجلس والحكومه انتهى بالاستقاله اللي اليوم سمو الامير حفظ الله قبلها والذي تقدم بها طبعا سمو الشيخ ناصر المحمد. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام اليوم تلقف كثير من اعضاء من يعني بايجابيه وترحيب وكثير من نواب المعارضه رحبوا بشده بهذه الاستقاله واشادوا بها الى حد يعني البعض احتفل كما أسمى بالنصر الذي تحقق ضد الحكومه ورئيس الحكومه بعض النواب ذكر بهذا بهكذا لفظ وبالتالي اليوم احتشدت يعني جماهير تكتل نهج والمعارضه في ساحه الاراده وصبوا جام غضبهم على الحكومه المستقيله في اتهامات المعروفه والمعتاده الذي وجه عاده النواب المعارضه تجاه الحكومه، اذا اليوم صحبنا المحليه يعني تقريبا لن تخرج عن موضوعين، الموضوع الاول تقديم الاستقاله وقبولها من سمو الامير والتحليلات والاسباب التي ادت الى هذه الاستقاله وكذلك الاعتصام الحاشد اللي تم اليوم في ساحه الاراده واللي يعني من خلاله اشاد كثير من النواب والحضور بالاستقاله ولكن البعض طالب كذلك بحل مجلس الامه حلا دستوريا والدعوه الى انتخابات هذا الموضوعين يعني مشاهدينا الكرام هو تركيز رئيسي اليوم على اغلب اغلب صحفنا المحليه وجرايدنا الصادره ليوم الثلاثاء هناك تحليلات وطبعا بعض الاخبار الحصريه اللي تميز فيها صحفنا المحليه حول اسباب الاستقاله، اليوم الشاهد تنفرد ب يعني بعض الحديث والنقاشات اللي تم في مجلس الوزراء اليوم وكذلك اليوم يمكن القبس لديها بعض الاخبار الحصريه اللي ترى بانها عجلت وادت الى تقديم الحكومه لاستقالتها كذلك يمكن هناك اليوم اكثر من افتتاحيه الشاهد لديه افتتاحيه وقصيره طبعا والقبس كذلك لديه افتتاحيه نوعا ما قصيره وبالتالي هناك يعني تداعيات وهناك ردود افعال كبيره على الحدث واللي ذكرنا بالامس انه راح يكون يوم الثلاثاء هو يوم طويل، يوم الاثنين طبعا كان يوم طويل جدا لكن يبدو انه ان استقاله الحكومه نوعا ما تسببت بانفراجه كبيره جدا للاحتقان السياسي اللي كان مستمر لفتره طويله جدا وهذا دليل والدليل على ذلك ان كثير من نواب المعارضه اليوم اشادوا بهذا بهذه الاستقاله وان طالبوا يعني ببعض المطالبات اللي قد تكون نوعا ما بدا الان يعني لدينا سقف المطالبات فيها مبالغة نوعاً ما إذا كان سمو الأمير قبل استقالة الحكومة وبالتالي أعتقد كان مخرج يعني منطقي للأحداث وبالتالي قبل سمو الأمير استقالة سمو الشيخ ناصر محمد وحكومته وبالتالي يجب علينا أن ندرك أهمية يعني الآن التركيز على مصلحة البلد وبلاش يعني الاكثار من المطالبات وسقف المطالبات نبي مجلس جديد ونبي 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 يبدو أن المطالبات ليس لها حد وبالتالي قد نصل إلى طريق مسدود ونرجع إلى النفق المظلم الذي يعني الأشهر الماضي والأسابيع كنا داخل هذا النفق المظلم أتمنى من كل قلبي أن فعلا يعني أه نرجع من جديد وتتصافى الامور خصوصا أه يعني على المستوى السياسي بين أه السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه باذن الله تعالى راح تكون هناك حكومه جديده نتمنى ان يكون هناك التعاون مع المجلس وتسود ويسود الوئام ونبدا من جديد ليعني لي التفرق لانجاز لي خطه التنميه وتطوير البلد ونبتعد شوي عن أه بعض السجالات والمشاحنات العنيفه جدا اللي اعتقد عطلنا البلد أه دون يعني اسباب أه يعني بدون يعني اهداف او مصلحه للوطن وبالتالي اعتقد اليوم كانت هي البداية لهذه الانفراج ونتمنى أن تتقفها كثير من النواب والكتل بأحسن منها ويكون هناك تعاون عموما مشاهدي الكرام مثل ما ذكرت لكم يعني راح نشوف بعد قليل صحفنا المحلية هو موضوعين اساسيين استقاله الحكومه وتداعيات هذه الاستقاله واسبابها وكذلك الحشد اللي صار اليوم في ساحه الاراده ومطالبات النواب راح نجدها اليوم في كل عناوين صحفنا المحليه خلونا كالعاده نبدا بصحفنا المحليه ونبدا بالشاهد اليوم الثلاثاء ونشوف عناوينها والشاهد اليوم طبعا هي تنفرد مثل ما ذكرت قبل قليل بتفاصيل الاجتماع والنقاشات اللي تمت اليوم داخل مجلس الوزراء مع سمو الامير وطبعا المحمد رئيس الوزراء المستقيل يذكر من خلال الاجتماع هذه الاستقالات اذا كانت ستعيد الامن والامان للكويت طبعا الشاهد تقول بان الشيخ ناصر المحمد قال لسمو الأمير حفظ الله إذا كنت فعلا استقالتي تعيد الأمن والأمان الكويت فأنا أصر عليها وأطالب وأطالب سموكم بالتفضل بقبول هذه الاستقالة وبالتالي قبلة الاستقالة بعد إصرار سمو الشيخ ناصر محمد الذي يرى إن كانت هذه الاستقالة فيها يعني الحل السليم ولجميع مشاكل البلد إذن الشاهد لديها انفرادات بتفاصيل ما قيل داخل الاجتماع خلينا نشوف بقية عناوين الشاهد ليوم الثلاثاء سمو الأمير قبلها وطلب منه والوزراء تصريف العاجل من الأمور حتى تشكيل الحكومة الجديدة المحمد هذه استقالتي إذا كانت ستعيد الأمن والأمان إلى الكويت البعض تفرغ للمساجلات والمشاحنات والتسجيل المواقف السياسية بأي ثمن ما أدى لتداخل السلطات التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة ممارسات لم يعرفها مجتمعنا لا يمكننا قبول تهيج وإثارة الشارع وزرع الفتنة والبغضاء بين المواطنين بما يقوض أمن الوطن واستقراره عنوان آخر الأخرافي مجلس الأمة قائم حتى الآن الجلسات مؤجلة ولم أتسلم طلبات رفع الحصانة أو سحب قضية المحتجزين رئيس مجلس الأمة يلتقي أهالي مقتحمي المجلس الروضان العلاج في دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد المحمد لم ينتهي سياسيا وعودته رهن باختيار الأمير مستغربا تقديم استقالة من الحكومة الخراف الهارون ألم تكن تدعو لمواجهة المعارضة فما الذي تغير قال المحرر الشاهد بعفوية تخبل بن جامعك لا كلام بعد كلام الأمير جمهور الساحة هتفوا للسعدون عاش الريس بعد أن حيوا مسلم البراك بعبارة إحنا عيالك يا أبو حمود حقيقة حقيقة قالها شايب الكويت مثل الفقع نحبها ونشويها على النار وعنوان آخر اشرب شاي الإرادة وروح عيادة طبية في الساحات وثلاث طائرات لحماية التجمع كونه هلكونه فعلا كونه هل كوف اليوم جميع صحفنا المحلية هذا مشاهدينا الأعزاء كانت هي كانت هي أبرز عناوين جريدة الشاهد ننتقل إلى صحيفة أخرى ونشوف عناوين الأنباء ليوم الثلاثاء والأنباء تقول تعليق الجلسات وسقوط الاستجواب طبعا مشاهدي الكرام الاستجواب الآن يعتبر سقط والجلسات لا تعقد إلا في حال تشكيل الحكومة وبالتالي أعتقد راح يكون هناك يعني فترة يعني من أسبوعين إلى أكثر أو أكثر قد يكون شهر لا توجد جلسات خلينا نشوف بقية عناوين جريدة الأنباء أمر أميري بقبول استقالة محمد وحكومته والإخرافي لم أتسلم طلبات لرفع الحصان عن النواب ولا أعلم أسمائهم الفيري والمقاطع يجوز استجواب محمد حول الإيداعات إذا أعيد تعيينه ولي العهد إلى السعودية الأربعاء لتهنئة الأمير نايف عشرات الألوف من الإرادة استقالة الحكومة لا تكفي ولا بد من حل المجلس الصواق استقالة الحكومة ثلج الصدور الكويتيين وننتظر رحيل مجلس القبيضة هايف الأزمة لن تحل برحيل الحكومة فهناك المعتقلون المعتقلون ومن سرقوا أموالنا أموالا بالملايين وهذه طبعا تصريحات لنواب مجلس الامه حول الاستقاله التي تمت اليوم هذه تقريبا هي ابرز عناوين جريده آه الانباء ننتقل الى الوطن مشاهدينا الكرام ونشوف آه عنوان الوطن اليوم استقاله والالاف في الاراده كما تقول جريده الوطن، ومثل ما ذكرنا بان اليوم كل جرائدنا حول الاستقاله وحول التجمع في ساحه الاراده، وبالتالي الوطن اليوم جمعت بين الخبرين اهم حدثين اليوم حصل في البلاد، نشوف بقيه عناوين الوطن. سمو الامير يقبل استقاله الحكومه ويكلفها بتصريف العاجل من الامور لحين تشكيل وزاره جديده، والانتخابات القادمه على الارجح تحت حكومه جديده تفاديا للتشكيك. ناصر المحمد الممارسات النيابية جعلت استمرار الحكومة بمسؤولياتها أمرا مستحيلا تداخل السلطات والمساجلات والمشاحنات بعثرت جهود خدمة الوطن التشكيك في الذمم وزرع الفتن وتهيج الشارع ممارسات غريبة على مجتمعنا الأخراف في مجلس الأمة باق حتى الآن الاستقالة تنهج إجراءات الاستجواب وتعطيل جلسات وتعطل جلسات البرلمان الحربش والمسلم والطبطبائي وهايف مستفيدون من تعطل جلسات بعدم رفع حصاناتهم. الروضان دمج ولايه العهد برئاسه مجلس وزراء يعالج الوضع السياسي. والمعارضه بعد الاستقاله دور المجلس الان. عنوان اخر جامع اي نائب قبيض من قبيلتنا لا يستحق اسم عازمي نحن السكان الاصليون. وولاؤنا للكويت والأسرة حكم حكم يفتح الباب لمساواة رواتب الموظفين الوافدين بالكويتيون المعلمون الوافدون على الخامسة يستحقون فرق رواتب الرابعة محمد الخليفة سلم نفسه واحتجز المحتجزون خففوا الإضراب عن الطعام والشعبي يعود إلى المركز استقالة الحكومة تؤجل زيادات في الرواتب هذه مشاهدينا الاعزاء كانت عناوين جريده الوطن ننتقل الى القبس مشاهدينا الاعزاء والقبس مثل ما ذكرت لكم الشاهد اليوم والقبس سنفرد ب يعني بعض التفاصيل اللي اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسه سمو الامير القبس اليوم طبعا الامير يقبل استقاله حكومه ناصر محمد وتقول بان السبب الاستقاله بانه خوفا من الاحتقان الذي ينذر بالتصادم ويهدد الامن الوطني يعني قبلت وقدمت هذه الاستقاله كما تقول قبس ان القياده السياسيه حذرت في الاجتماع من ان الاحتقان السياسي قد ينذر بتصادم ويهدد الامن الوطني وبالتالي جاءت الاستقاله هذا على ذمه جريده القبس اللي ذكرت لكم مشاهدي الكرام بان الشاهد اليوم تنفرد ببعض التفاصيل وكذلك القبس تنفرد ببعض التفاصيل نشوف بقيه عناوين جريده القبس. عنوانها الرئيسي لأن الاحتقان ينذر بخطر التصادم ويهدد الأمن الوطني الأمير يقبل استقالة حكومة ناصر محمد المعالجة غير السليمة لإداعات المليونية سبب رئيسي لانفجار الأزمة فرصة لمتابعة التطورات واستمرار التصعيد يرجح حل المجلس الأخرافي لم أبلغ بأي قرار بحل المجلس وعنوان آخر حشد غير مسبوق في الإرادة حل المجلس محاكمة القبيضة إطلاق المحتجزين هذه تقريبا مشاهدين الكرام وهناك طبعا افتتاحية القبس حكمة الحليم ننتقل إلى جريدة أخرى ونشوف بقية العناوين النهار مشاهدين الكرام ركزت على استقالة الحكومة وأن لا يوجد هناك حل لمجلس الأمة استق... است... استقالت ولا حل هذا عنوان جريدة النهار نشوف بقية العناوين سمو أمير البلاد ترأس اجتماع مجلس الوزراء وكلف الحكومة تصريف العاجل من الأمور استقالت ولا حل المحمد لم نستطع القيام بواجباتنا بسبب تهيج الشارع وزرع الفتنة والبغضاء بين الكويتيين التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكم ممارسات غريبة لم يعرفها مجتمعنا الاستجوابات والتفرغ المشاحنات وتسجيل المواقف السياسية سببت تداخلا في السلطات ولي العهد والمحمد الى السعودية غدا